السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. طبعا اليوم نتكلم عن الـ Environmental Infection Prevention and Control in Dental Setting. نبدأ في الـ Content. أول شيء بناخذ إن شاء الله اللي هو الـ Introduction، بنتعرف إيش أهمية اللي هو الـ Environmental في الـ Dental Setting. عندنا بعدها اللي هو الـ Types of Dental Environmental Surface، بتعرف ايش انواع اللي هو الاسطح البيئيه في دنتال كلينيك. كمان عندنا اللي هو المانجنج البلاد اند اللي هو البلاد البادي فلويد اللي هو السبيل. كمان نتعرف على اللي هو السلكشن اوف الديسنفكشن، كيف اللي هو نختار اللي هي المطهرات، بالاضافه الى اللي هو الدنتال يونت اللي هو الواتر لاين البايوفيلم وكيفيه التخلص منها. كمان عندنا اللي هو الواتر كواليتي، بالاضافه اللي بنعرف اللي هو حاجه مهمه جدا اللي هو الميديكال ستور سبيسيفيكيشن، ايش هي اشتراطات الميديكال ستور اللي واجب اللي هي توفرها. كمان بنتكلم عن الفلاورز والبلانت في البيشنت كير اريا، بالاضافه الى البيست كنترول. طبعا الانترودكشن مثل ما ذكرنا يا اخوان، الانفيرمنتال كليننج اللي هو بارت اساسي في الستاندرد بروكوشن، مثل ما ذكرنا في المحاضرات من الزملاء اليوم الاول اللي هو الستاندرد بروكوشن. ستاندرد بروكوشن طبعا له مكونات اللي هي اساسيه تطبق في المنشاه الصحيه على جميع المرضى سواء سسبكتد او كونفيرمد بيشنت. فمن هذه العناصر اللي هو الانفيرمنتال كليننج، وتعتبر اللي هو بارت من الستاندرد بروكوشن. الستاندرد بروكوشن هذا اللي هو اطبقه على جميع المرضى الداخلين عندي في المستشفى. طبعا حاجه مهمه جدا عندنا الانفيرمنتال كليننج اللي هو از ان امبورتنت اللي هو بارت اوف بريكنج اللي هو للتشين اوف انفكشن. طبعا من الاشياء المهمه جدا انه هو يكسر عندي اللي هي سلسله العدوى، بالاضافه الى اللي هي العناصر الاخرى للستاندرد بروكوشن. فزي ما ذكرنا الان اهميه اللي هو الانفيرمنتال كليننج انها تطبق على جميع طبعا المنشات الصحيه وهي بارت من الستاندرد بروكوشن. ننتقل بعدها الى موضوع مهم جدا اللي هو تايبس اوف دنتال انفيرمنتال سيرفيس، تعرف على انواع التايبز اللي عندنا في الدنتال كلينيك او اللي هو الدنتال سيتنج. طبعا قبل ما نبدا نتعرف على السيرفيس، في شيء مهم جدا ان نعرف نفرق بين الكلينينج والديسنفكشن. طبعا الكلينينج اللي هي مرحله الريموف اللي هي الديرت دست البلاد اني ثينج قبل اللي هي مرحله اللي هو الديسنفكشن. طبعا اللي هي اللي هو نت ريموف او اللي هو الكل اللي هو الباثوجين، لكن ربما انها تساعد او تحضر اللي هو مرحله اللي هي قبل استخدام الديسنفكشن. اما مرحله الديسنفكشن فتكون بتقنيات سواء اللي هو محاليل او اجهزه تتم اللي هو ريديوس للباثوجين بنسبه 99.9. هذه المرحله ما تاتي الا بعد مرحله الكلينينج. ضروري جدا وشيء مهم جدا في الانفيرمنتال كلينينج ان ما نبدا مرحله التطهير الا نبدا قبلها اللي هي مرحله التنظيف. بعدها ننتقل الى انواع اللي هو الاسطح في بيئه الاسنان. طبعا اللي هو البيست اوف اللي هو البوتنشال اللي هو الريسك اوف اللي هو الكونتمينيشن، وهي على نسبه اللي هو التعرض او نسبه اللي هي احتماليه اللي هو اللي هو الكونتمينيشن. فتصنف بناء عليها اللي هي على الكلينيكال اللي هو كونتاكت سيرفيس والهاوس كيبنج سيرفيس. طبعا لكل منها اللي هو
required اللي هو different type of cleaning disinfection الايجنت والبروتوكول. لكل منها زي ما ذكرنا هنا انه يكون لها disinfect معين، يكون لها بروتوكول معين، سواء الكلينيكال سيرفيس والهاوس كيبنج سيرفيس. الكلينيكال سيرفيس ليه؟ لان فيها equipment، فيها اللي هي الميديكال اللي هو للبيشنت، فاشياء اللي هي سنسيتيف اللي هو الايتيمز او سنسيتيف ماشين، فهذه يعتبر لها بروتوكول خاص. بالاضافه للهاوس كيبنج لازم نركز عليها، لكنها تعتبر اللي هي اقل زي ما تقول اقل هي تعرض للبيشنت وايدي الهيلث كير وركر. فهنا قسمنا اللي عندنا الحين، نقسم العياده عندنا الى قسمين اساسيين اللي هو الكلينيكال كونتاكت سيرفيس والهاوس كيبنج سيرفيس. بعدها ننتقل الى الكونتامينيشن اوف الدنتال انفيرمنتال سيرفيس، اللي هي كيف اللي هي اشكال الكونتامينيشن في الدنتال انفيرمنتال سيرفيس. اما تاتي عن طريق اللي هو الدروبلت، او تاتي عن طريق اللي هو الدايركت، او تاتي عن طريق الاندايركت. مثل ما ذكرنا اللي هو الدروبلت، اللي هي الدروبلت اللي هو رذاذ المريض من الاورال فلويد والريزول اللي هو جنريتنج اللي هو البروسيجر. مثال اللي هو اليوزنج اللي هو الهاي اند لو سبيد اللي هو الهاند بيس. طبعا هذه لما تجيني اللي هي الرذاذ ويطلع من فم المريض، هذا يعتبر تلوث عن طريق اللي هو الدروبلت، سواء عن طريق تاتي على الاسطح او على المعدات القريبه من المريض او على يد اللي هو الممارس الصحي. هذا نعتبرها انه نوع اللي هو يكون اللي هو دروبلت. بالنسبه للدايركت، طبعا انتشار الدايركت يكون عن طريق اللي هو يد اللي هو الكونتامينيشن اللي هو اليد المتسخه نفسها. لما يجي مثلا هيد كير وركر يشتغل في فم المريض، بعدها مثلا ياخذ اللي هو الايتيمز من السطح المجاور، طبعا هذا يعتبر اللي هو ان انا تلوثت اللي هو تلوث دايركت بالكونتامينيشن هاندز تاتش. اما الاندايركت اللي هو من خلال اللي هو الانسترومنت اللي تكون في فم المريض، طبعا بعد ما تكون الانسترومنت اللي هي كونتامينيتد استخدمها، بعدها اني احطها على السيرفيس، فيكون السيرفيس هذا ملوث عن طريق اللي هو اندايركت. فعندنا ثلاث انواع هذه المهمه جدا نعرفها، اول شيء اللي هو الدروبلت والدايركت والاندايركت. طيب نروح نتعرف على شيء مهم جدا، ايش هو الكلينيكال كونتاكت سيرفيس. زي ما هي واضحه عندكم في الصوره، اول شيء اللي هو الدنتال شير، كمان اللي هو اللايت هاندلز سويتش، كمان الدنتال اللي هو الراديوغراف الاكيوبمنت، بالاضافه الى اللي هو دنتال شير اللي هو الصايد اللي هو الكمبيوتر. هذه مثل ما هي واضحه في الصوره، هذه نعتبرها من الهاي تاتش للسيرفيس، وتعتبر يعني الكلينيكال اللي هو الكونتاكت للسيرفيس. بالاضافه كما واضح امامكم اللي هو الريزبل اللي هو الكونتينر الدنتال الماتيريال، هذه تعتبر من الكلينيكال كونتاكت سيرفيس. بالاضافه للدور الدرور اللي هو الهاندلز، بالاضافه الى السينك، وكمان اللي هي التليفون والدور نوبز، هذه كلها تعتبر من الكلينيكال كونتاكت سيرفيس. طبعا ناتي بعدين ليه هنا نصنفها تصنيفين، نصنف مثلا ليه نصنف اللي هو كلينيكال وليه نصنف اللي هو شيء للهاوس كيبنج. مثل ما واضح امامنا هنا الان، ان اي منطقه يكون فيها البيشنت ويكون فيها الهيلث كير وركر بشكل مستمر، يعني استخدام بشكل مستمر، مثل الشير، مثل السينك، مثل اللامب، مثل اللي هي مقبض الباب، مثل القلم، الكمبيوتر، التليفون، هذه تستخدم بشكل مستمر، هذه تعتبر اللي هي كلينيكال كونتاكت سيرفيس. ننتقل بعدها للابروتش تو الكلينيكال كونتاكت سيرفيس. عندنا اللي هو تو جنرال اللي هو الابروتش للكلينيكال كونتاكت سيرفيس. اول شيء اللي هو الباريرز، ثاني شيء الكلين والديسنفكشن. طبعا نتعرف على الباريرز الان بشكل هو اوضح.
طبعا مثل ما ذكرنا يا اخوان في السيرفس اللي هو الباريرز، طبعا اللي هو يتم اللي هو تغطية الأسطح هذه اللي هي بحواجز اللي هي غير نافذة اللي هي الباريرز، طبعا غير نافذة للسوائل، وهي البيست اللي هو براكتس لمنع اللي هو التلوث المتبادل في الأسطح اللي هي الأسطح السريرية. طبعا زي ما ذكرنا ان هي اللي هي الطريقة المفضلة او البيست براكتس لمنع التلوث المتبادل في الاسطح. لما اغطي انا مثل ما هو واضح امامكم الان في الصوره، لما اغطي الاكيومنت اللي هو بالبارير هذا، اهم شيء يكون البارير عندي شيء ضروري انه يكون غير نافذ للسوائل كما هو واضح امامكم في الصوره. هذا الشيء يعطي اللي هو افضليه لمنع التلوث المتبادل في الاسطح السريريه. طبعا عندنا شيء ثاني اخر اللي هو اذا استخدمنا هذه الحواجز او اللي هو البارير، يجب اللي هو الكلينينج والديسنفكشن. طبعا الكلينينج والديسنفكشن شيء ضروري في اسطح اللي هو الكونتاكت اللي هو السيرفس والدنت اللي هو يونت سيرفس. يعني ما مثلا انه قبل ما اضع اللي هو البارير لازم اني اسوي اللي هو الكلين والديسنفكشن، وبعد ما اضعها او بعد ما اخلعها او بعد ما ينتهي البيشنت يطلع من البيشنت بالعياده، لازم اني اخلعها واسوي اللي هو كليننج وديسنفكشن. مثل ما ذكر هنا اللي هو يقول عند استخدام اللي هو الحواجز لمنع التلوث يجب اللي هو ازالتها. طبعا اذا استخدمتها في العياده، طبعا استخدام واحد يجب اني اشيلها واسوي اللي هو كليننج وديسنفكشن. طبعا متى اضع اللي هي الحواجز اللي هي البارير هذه، اضعها قبل ما يدخل البيشنت عندي في الغرفه. يعني قبل ما ابدا اللي هو بالعمل لازم اني اضعها، اذا الوقت مناسب جدا قبل ما تختلط اللي هي بالبيشنت ماتيريال. بالاضافه الى انه اذا كانت هذه الاغطيه اللي تم اللي هو تغطيتها والتلوث السابق بمواد المرضى، طبعا نقوم بالتنظيف والتطهير المسبق مثل ما ذكرنا، بالاضافه الى ان نستخدم اللي هو الجلفز ونسوي اللي هو الهاند هايجين بعد ما نسوي اللي هو طريقه الازاله. طبعا اللي هو مثل ما ذكرنا اللي هو البارير هذه، ان كل حاجز اللي هو سطحي اللي هو البارير بحيث انه يحمي السطح بالكامل. يعني ما اضع اني مثلا الايتمز اغطي، اجي اغطي نص الايتمز ما اغطيها كامل، لازم البارير يكون مغطي لجميع اللي هو الايتمز اللي موجوده مثلا اللي تشوفونها في الصوره. طبعا شيء ضروري جدا اللي هو الوير جلفز عندما اللي هو ريموف ذا سيرفيس اللي هو بارير افتر اللي هو كومبليتنج بيشنتس. مهم جدا اني البس الجلفز بعد ما اخلع الجلفز اني اسوي اللي هو الهاند هايجين. طيب الكليننج والديسنفكشن، طبعا الكليننج والديسنفكشن السيرفيس اللي هو الاكتف ايجنت ريموف اللي هو الاورجانيك ماتيريال. طبعا التنظيف نكون نعرف التنظيف انه هو استخدام اللي هو الديترجنت اللي هي المنظفات او العوامل ذات النشاط اللي هي للسطح لازاله اللي هي الاورجانيك الماتيريال مثل السلافيا مثل البلد، كمان الفيزيبل اللي هو سويلز مثل اللي هي الاتربه والاتربه المرئيه. اذا شيء ضروري جدا اللي هي مرحله الكليننج. ليه نقول مرحله الكليننج اللي هي قبل الديسنفكشن وذلك لإزالة اللي هي المواد اللي نشوفها بالعين المجردة. بعدها يا إخوان اللي هو إذا لم يتم التنظيف السطح أول شيء، فقد تكون هي عملية التطهير غير فعالة. زي ما ذكرنا إذا ما سوينا اللي هو الكليننج فتكون عملية الديسنفكشن اللي هي غير فعالة. حتى في حال مثلا استخدمنا اللي هي البارير فيلزم اللي هو التنظيف والتطهير العام للاسطح، وكمان اللي هي اسطح اللي هي
اللي هي دنتال يونت اللي هو سيرفس، بالاضافه الى اللي هي الايتمز المجاوره للتشير للبيشنتس. طيب بعدها ننتقل الى موضوع اللي هو الهاوس كيبنج سيرفيس. طبعا اعرفها الهاوس كيبنج سيرفيس اللي هو ارلس لايكلي اللي هو كونتيد الكونتامينيشن جلوفز، نقول اللي هي الاسطح الاقل عرضه للتلامس اللي هو المباشر مع اللي هي القفازات الملوثه بالمواد المعديه في الكلينيكال اللي هو سيرفيس، ولكنها لا تزال اللي هي نقول لازم لا يزال انها عرضه للتلوث من خلال اللي هي الطرق اللي ذكرناها قبل شوي اللي هي الطرق اللي هي اندايركت اللي هي الغير مباشره. طبعا مثل ما ذكرنا اللي هو طرق التلوث اللي هي عن طريق اللي هو الرذاذ اللي هو اللي هو الدروبلت، وهي يعني زي ما تقول انه يمكن تتطاير اللي هي في الهواء وتترسب على الأسطح البعيدة مثل الفلاور والوولز والسينك، كمان عن طريق اللي هو السبيلز الانسكابات يكون يمكن لنا تتلوث اللي هي الهاوس كيبنج سيرفيس عن طريق اللي هو الانسكابات، مثلا إذا كان فيه انسكاب دم أو أي بدي فلويد من البيشنت. فهذه هي أهم أمثلة للهاوس كيبنج سيرفيس اللي هي الفلاور والوول والسينك. طيب نظرا يا اخوان للهاوس كيبنج سيرفيس يعني لها له خطر محدود في نقل الامراض، لكن يمكن اللي هو تطهيرها باقل اللي هي من الكلينيكال اللي هو سيرفيس، لها يكون زي ما تقول ادوات ولها اللي هو ديسنفكت معين وخاص بها، لان زي ما تقول اللي هو اقل اللي هو عرضه لل بيشنت، وكمان اللي هو الشغل اللي هو الهيلث كير وركر. مهم جدا هنا اللي هو في الفريكوينسي اوف كليننج اند الهاوس كيبنج سيرفيس لنعرف اللي هو الفلاور والسينك اللي هي بشكل نستخدمها بشكل يومي، هذه تكون ديلي وين اللي هو ريكوايرد للهاوس كيبنج. طبعا ننظف اللي هو ينظف الفلاور اللي هي الارضيات، وكمان اللي هو السينك اللي هي الاحواض، انها تكون بشكل يومي او عند الضروره. اما الاشياء الاخرى بالنسبه للوول والويندو اللي هي الاسطح كمان اللي هي العموديه، فعلى الاقل اللي هي كل 3 شهور، ومع ذلك لازم ضروري جدا انه يجب ازاله المواد الملوثه من المرضى وتطهير الاسطح كمان اللي هي بشكل يومي عندما تكون اللي هي تكون بشكل ظاهر. اذا كان في تلوث بشكل ظاهر لا اني امسحها انه حتى انها تصير يكون لو بشكل يومي، لكن اذا كانت ما في شيء واضح من خلال اللي هي الاشياء البعيده الوول والويندو انها تكون ات ليست اللي هو كل 3 مانث. بالنسبه للبيرسونال اللي هو بروتكتيف اكيوبمنت للبي بي اي، طبعا اللي هو ضروري جدا انه قبل ما نسوي الكليننج والديسنفكشن ان نكون ملمين سواء الهاوس كيبر او الهيلث كير وركر باللي هو السيكونس للدونينج والدوفينج للبي بي اي. بعدها هنا يا اخوان اللي هو شيء مهم جدا اللي هو الكليننج والديسنفكشن سوليوشن اللي هي الاستخدام اللي هو المواد اللي هو المطهرة. أول شيء نلخص يمكن الموضوع هذا في 3 نقاط جدا مهمة. أول شيء اللي هو المانيفاكتشر للشركة اللي هو أننا يجب أن نتبع اللي هي تعليمات الشركة المصنعة بدقة سواء عند التحضير أو استخدام المحاليل، ويجب الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة. ثاني شيء عند هو تحضير المحاليل اللي هو
سوليوشن لما اجي احضره طبعا يكون طبعا احضر الشيء لليوم نفسه بعد ما اخلص اليوم، بعد ما اخلص العمل اني نتخلص منه المحاليل اللي هي المتبقيه. يعني ما اسوي مثلا ديليوشن للسوليوشن للديسنفكت اسوي حق اليوم فقط، بعد ما اخلص اللي هو مرحله اللي هو الديسنفكت اتخلص من المحاليل، يعني ما احفظها. المحاليل اللي سويت لها انا ديليوشن مش المحاليل اللي تكون ريدي تو يوز، ريدي تو يوز خلاص اقدر احفظها، لكن في محاليل بعضها تحتاج الى تخفيف، انا اخفف بقدر اللي احتاجه انا اليوم نفسه، بعدها اللي هو اتخلص من المحاليل. نقطة مهمة جدا هذه يا اخوان لازم نركز فيها، طبعا المحاليل اللي يحتاج لها اللي هو ديليوشن اللي هو تخفيف او تحضير عندي في المستشفى او في القسم، اسوي التحليل هذا او اسوي المحلول هذا اللي يكفيني لمدة اليوم، لاني بعد اليوم انا لازم اني اتخلص من المتبقي، ما اسوي كمية كبيرة وما انا ما احتاجها. طبعا مهم جدا في موضوع اللي هو الهاوس كيبنج اللي هي الادوات المستخدمه في التنظيف من المبز والكلودز، اللي هي المماسح او اللي هي المناشف. طبعا شيء ضروري جدا انه تنظيف وتطهير المماسح والمناشف انه بعد الاستخدام، طبعا فيه بعضها يجي اللي هو سنجل يوز، ونفضل الشيء هذا انه يكون سنجل يوز خلاص يعني استخدمها المره واحده واتخلص منها، وفي بعضها اللي هو يجي اللي هو ريوز. بالنسبه للريوز بعد ما اخلص اللي هي مرحله اللي هو الكليننج والديسنفكشن طبعا انظفها، اسوي لها اللي هو تنظيف وتطهير نفس المبز هذه والمناشف، بعدها مثلا اوديها مكان اللي هو تنشف جفاف كامل قبل اني استخدمها مره اخرى، يعني ما استخدمها وهي باقي رطبة أو باقي أنا ما نظفتها، كذا أنا ما سويت أي نظافة للقسم. فنقول هنا نفضل صراحة يعني نفضل اللي هو استخدام اللي هو السنجل يوز للمبس، الهيد يكون فيه مثل ما تشوفون تلاحظون في الصورة يكون استخدام لمرة واحدة وأتخلص منه. ما قدرت أني أوفر جبرت على اللي هو الريوز، ف بعد ما اخلص اللي هي عمليه التطهير ابدا اللي هو انظف المبز هذه، انشفها عندي تنشيف تام واستخدمها للمره الاخرى وهي ناشفه. طبعا مثل ما ذكرنا هنا اللي هو مثل ما ذكرنا يا اخوان اللي هو الحفاظ على النظافه في المرافق الصحيه طبعا يتطلب اللي هو ابقاء الادوات التنظيف المعاد استخدامها في منطقه، يعني ما استخدم مثلا المبس هذه والكلودز المناشف مثلا استخدمها في المختبر، اجي استخدمها في الدنتال ديبارتمنت، او اني استخدم الادوات التنظيف اللي في الاو ار استخدمها في الايزوليشن روم او عكس كذا. فضروري اني اوحد استخدام الادوات اللي هي الخاصه بالهاوس كيبنج اوحدها لكل قسم، وذلك لتقليل اللي هو انتشار العدوى. وشيء مهم جدا ان تكون مكتوبه هذه في سياسه الهاوس كيبنج، ان ما نستخدم اللي هي معدات التنظيف الا في نفس المكان. يعني اذا جبرنا يعني ما اقول ان مثلا كل عياده مثلا اسنان يقدر اوفر لها اللي هو مواد اللي هي تنظيف كامله او معدات تنظيف، لكن القسم الاسنان اقدر اوفر اللي هي مواد خاصه في قسم الاسنان ما تطلع للاقسام الثانيه. ان شاء الله هذه النقطه واضحه يا اخوان، لان هذه نقطه جدا جدا مهمه وتقلل من انتشار العدوى في المنشاه. بعدها شيء مهم اللي هو مانجينج البلاد اند بادي فلويد اللي هو السبيل، جدا اللي هو ضروري توفر اللي هو السبيل كيت اللي هو البايولوجيكال سبيل كيت بايو هازارد اكيوبمنت كيت، جدا ضروري توفره في جميع اللي هي وحدات
الرعايه في المستشفى، سواء في الاسنان، سواء في اللاب، سواء في الاي سي يو، في الوورد، لازم ضروري جدا اللي هي توفر هذه الكت. طبعا الكت هذه اللي موجوده في الصوره هذه مثلا تستخدم اللي هي 10 مرات، لان فيها القطع هذه نفسها متكرره ل 10 حبات، اللي نستخدمها 10 مرات. فيه الافضل ان نستخدم اللي هو السنجل يوز. الافضل الحين ان نستخدم اللي هو السنجل يوز. طبعا ضروري جدا انها تكون في عياده الاسنان، واحده منها سواء اللي هي الريوز او الريزبل هذه اللي هي اكثر من مره نستخدمها، او اللي هو السنجل يوز. طبعا ضروري جدا اني اكون اعرف ايش هي مكونات اللي هو السبيل كيت. طبعا مكوناتها لازم يكون فيها اللي هو البي بي اي، الجاون اللي هو الاصفر، يكون فيها اللي هو الجلافز، يكون فيها اللي هو وير او سواء اللي هو الفيس شيلد او الجوجلز، كمان يكون فيها الماسك العادي اللي هو السيرجيكال ماسك. طبعا اتاكد من شيء مهم جدا لما اجي اشوف اللي هو البايو هازارد اللي هو السبيل كيت، اتاكد من الديسنفكت الموجود ايش هو. لازم اعرف اللي هو هل هو اللي هو الكلورين دوكسايد، اعرف اللي هو كم تركيزه وكيف اني اسوي له اللي هو ديليوشن. بالاضافه الى اللي هو الشيء مهم اللي هو اعرف اللي هو ماده الجرانيولز اللي موجوده في السبيل كيت. طبعا الجرانيولز هذه مهمتها اللي هي مثلا البلد او السائل اللي موجود على السطح، اني اصب اللي هو اللي اضع اللي هو الجرانيولز على السائل لتجفيفه والحده من ايش، من انتشاره في السطح. فضروري ان تكون عندي موجوده ومهمه جدا جدا انها تكون موجوده عندي في جميع اقسام المستشفى. اضافه انه بما اننا نتكلم اليوم عن الدنتل الكلينيك، ضروري انها تكون واحده في كل عياده. طيب بعدها ندخل على موضوع مهم جدا اللي هو selection of disinfection. طبعا المطهرات كيف ان نصنف المطهرات؟ اذا نصنف المطهرات على اساس اللي هو نشاطها الميكروبي على النحو التالي. طبعا الانتيبيوتيك، عارفين شو الانتيبيوتيك اللي هو اللي يستخدم الانسان اللي هو الكيلينج اللي هو المايكرو اورجانيزم سواء ان اور اون ذا بودي. اما الانتيسيبتيك اللي هو زي ما تقولون اللي هو مطهر او معقم اللي هو الاسطح الجلد فور اللي هو الكليننج اللي هو المايكرو اورجانيزم اون ذا سكن اور اللي هو ذا بودي سيرفيس، يعني نستخدمه للجلد اللي هو مطهر للجلد. اخر شيء الديسنفكشن. الديسنفكت اللي هو الفور كليننج اللي هو المايكرو اورجانيزم في الانفيرمنت في السيرفيس في الجماد. فنفرق الان مثلا اي شخص مثلا يقول لي ديسنفكشن، خلاص الديسنفكشن انا استخدمه للسيرفيس. الانتيسيبتيك اللي هو مطهر للجلد. الانتيبيوتيك هذا كلنا عارفينه. فهذه هي اللي نقول اللي هي خصائص اللي هو المطهرات او انواع اللي هي انواع اللي هو المطهرات. طيب كيف ان اللي هو نصنف هذه المطهرات؟ نصنفها على اساس اللي هو نشاطها اللي هو الميكروبي. اول شيء اللي هو ذكرنا اللي في السلايد اللي قبل اللي هي انواعها. الان كيف ان نصنف المطهرات؟ طبعا نصنف المطهرات اول تصنيف لها اللي هو هاي ليفل disinfection. طبعا الهاي ليفل disinfection اللي هو killing all اللي هو الميكرو اورجانيزم. طبعا في الاكزامبل عندنا المثال المهم جدا في disinfection اللي هو الهيدروجين بروكسايد، ويفضل اللي هو انه يكون نعرف اللي هي نسبته ونسبه تركيز الهيدروجين بروكسايد، بالاضافه الى الهيدروجين بروكسايد with اللي هو البيريسيتيك اسيد والبيريسيتيك اسيد يكون اونلي. هذه كلها اللي هو تعتبر من هاي ليفل ديسنفكشن. طبعا ايش اللي استخدمه فيه في الهيت اللي هو سنسيتيف ريوزبل ايتمز.
طبعا في الاشياء اللي ايش حساسه جدا اني استخدم اللي هو الهاي ليفل ديسانفكشن. اذا مثالنا هنا على الهاي ليفل ديسانفكشن، مهم جدا ان نعرف نفرق يا اخوان بين ايش المحلول المستخدم مثلا لاي سيرفيس او اي اكيوبمنت او ميديكال اكيوبمنت. لازم نعرف ايش هو الهاي ليفل ديسانفكشن، ايش انواع الهاي ليفل ديسانفكشن، ايش انواع اللي هو الانترميديت، وايش انواع اللي هو اللو ليفل ديسانفكشن. بعدها ناخذ اللي هو الانترميديت ليفل ديسانفكشن، طبعا اللي هو الكيلينج، البكتيريا، المست، الفانجاي، الفيروسز، كمان اللي هو التيبركلوسز. فور اكزامبل من الانترميديت اللي هو ليفل ديسانفكشن اللي هو الكلورين البيس اوف ذا برودكت، كمان اللي هو الهيدروجين بروكسايد، طبعا الهيدروجين بروكسايد ذكرناه في الهاي ليفل وكمان نذكره في الانترميديت. بالنسبه اللي هو زي ما تقول اذا ارتفع اللي هو التركيزه او ارتفعت نسبه الهيدروجين بروكسايد يكون يميل الى انه يكون اللي هو هاي ليفل ديسانفكشن. بالاضافه الى اللي هو الكوارتر امونيوم اللي هو الكومباوند وذ الكحول، هذا يكون اللي هو انترميديت ليفل ديسانفكشن. متى استخدمه؟ استخدمه في الكلينيكال اللي هو كونتاكت سيرفيس، وكمان اللي هو في الكريتيكال سيرفيس وذ اللي هو الفيزيبل بلاد. اذا استخدمها في الاسطح اللي هو اللي تخص اللي هي رعايه المرضى او قريبه من رعايه المرضى، بالاضافه الى الاكيوبمنتس. بعدها اخر حاجه اللي هو في اللو ليفل اللي هو ديسانفكشن، طبعا اللي هو الكيلينج اللي هو موست اللي هو بكتيريا وسم الفنجاي اند اللي هو سم الفيروس. من الاكزامبل اللي هو الكوارتر امونيوم كومباوند، لو تلاحظون هنا لما ذكرنا الانترميديت قلنا الكوارتر امونيوم وذ الكحول، لما ذكرنا انه يكون لو ليفل ديسانفكشن فيكون اللي هو الكوارتر امونيوم اونلي. طبعا اليوز اللي هو الهاوس كيبنج سيرفيس، الفلاور والوول، وكمان اللي هو نون كريتيكال اللي هو سيرفيس، بالاضافه الى اللي هي الكريتيكال كونتاكت سيرفيس. نستخدمها سواء في الهاوس كيبنج ونستخدم في النون كريتيكال ونستخدمها في الكلينيكال اللي هو كونتاكت سيرفيس. ضروري جدا ان نعرف في الكوارتر امونيوم وش هو اني جنريشن، لان عندنا جنريشن من اللي هو الثيرد جنريشن الى السكس جنريشن. بعدها ننتقل الى شيء مهم جدا في الكريتيريا للسلكشن اوف ديسانفكشن. طبعا الكريتيريا للاختيار اللي هو لما اجي اختار اللي هو ديسانفكشن، اول شيء اللي هو الفاست اكتنج اللي هو سريع المفعول، نون توكسيك اللي هو انه يكون غير سام، بالاضافه الى اللي هو التوافق السطحي، كمان الاودرليس اللي هو العديم الرائحه، كمان اللي هو السوليبل ان ووتر انه يكون قابل للذوبان في الماء. لما اجي اسوي ديليوشن لاي ديسنفكت انه يكون ايش قابل اللي هو الذوبان في الماء، بالاضافه انه يكون صديق للبيئه هو اقتصادي. هذه من الكريتيريا المهمه جدا في لما اجي انا اختار اللي هو الديسنفكشن. كمان عندنا حاجه مهمه اللي هو الكونتاكت تايم، وكمان اللي هو الماتيريال سيفتي داتا شيت. لما اجي انا اقيم او اني اجي اشوف اللي هو الديسنفكت اللي انا استخدمه عندي كاند يوزر في المستشفى، لازم اتاكد من شيئين مهمه اللي هي الكونتاكت تايم والماتيريال سيفتي داتا شيت. طبعا الكونتاكت تايم يعني فيه اللي هو الوقت التلامس اللي هو يجب ان يكون فيه المطهر على اتصال بالسطح لضمان اللي هو حدوث التطهير المناسب. طبعا بعضها نلاقيها في البوستر نفسه اللي على الماتيريال على الاكيوبمنت او على الديسفكشن، او انها تكون في الماتيريال سيفتي داتا شيت، لكن يفضل انها تكون موجوده في البلاستر او اللاصق نفسه للمنتج، انه يكون يوضح لي اللي هو الكونتاكت تايم، لان الكونتاكت تايم جدا ضروري لفعاليه اللي هو التطهير للسطح. كمان عندي اللي هو الماتيريال سيفتي داتا شيت جدا اللي هي ضروريه، وهي دوكمنت من الشركه المصنعه للمنتج، طبعا تحتوي على معلومات اللي هي المخاطر للمنتج وكيفيه التعامل معها،
بالإضافة إنها على معلومات اللي هو الاستخدام ومعلومات اللي هو الستوريج وكمان اللي هو ديليوشن والإمرجنسي البروسيجر. بالإضافة إنه يكون إيش ضروري جدا في الماتيريال سيفتي داتا شيت أنا لما أجي أشوفها إن يكون فيها مكونات المطهر بالنسبة لكل مكون. يعني مثلا نقول اللي هو هيدروجين بروكسايد لازم يذكر الهيدروجين بروكسايد كم نسبته تكون موجوده ومذكوره في الماتيريال سيفتي داتا شيت. ذكر لي مثلا الكوارتر امونيوم لازم يكون الجنريشن سواء الثيرد الفورث الفيفث جنريشن، بالاضافه انه يفصل لي اللي هي ايش هي الكومبوننت اللي هي للفيرست جنريشن بالنسبه وتكون موجوده في الماتيريال سيفتي داتا شيت. ننتقل الى الدنتل يونت الووتر لاين البايوفيلم اند الووتر كواليتي. طبعا لما جي الحين اللي هو الاورال اللي هو السيرجيكال بروسيجر طبعا مهم جدا انه ما يستخدم اللي هو الدنتل اللي هو بروفيشنال انه ما يستخدم اللي هو الدنتل اللي هو يونت الووتر ضروري جدا انه يستخدم الستراي ووتر سواء يكون اللي هو ريدي تو يوز او انه يكون على شكل اللي هو اللي هو الدريفري اللي هو سيستم بالاضافه انه يكون اللي هو او سرنج. ضروري جدا انه ما يستخدم في الاورال سيرجيكال بروسيجر اي مياه من مياه العياده، لازم انه يستخدم اللي هو ستراي ووتر. كمان عندنا اللي هو في مرحلة اللي هو الفلاشينج اللي هو اوف الووتر لاين اللي هو تنظيف اللي هي خطوط المياه. طبعا ضروري جدا ينظف خطوط المياه بين المرضى سواء اللي هي الووتر لاين وكمان الهاند بيس انه يعمل لها اللي هو الفلاشينج بعد كل مريض. بالاضافة انه الفلاشينج ووتر هذا لاين مش يعني زي ما تقول اللي هو يزيل كامل اللي هو نتري موف اللي هو البايوفيلم اللي هي الأغشية الحيوية، ولكن انه ايش يقلل مؤقتا من اعدادها وكمان اللي هو ينظف خطوط المياه اليدوية. اذا شيء مهم جدا نعرف اللي هو الفلاشينج ووتر لاين نوت اول اللي هو ريموف للبايوفيلم، لكن ضروري ان نعمله بعد كل بيشنت. طيب ننتقل بعدها للابروتش للامبروف دنتال يونت ووتر كواليتي. عندنا ثلاثه اشياء اللي هو طرق اللي هو تحسين لجوده اللي هو المياه في وحده طب الاسنان. اول طريقه ان نستخدم اللي هي خزانات مياه مستقله غير اللي هي خزانات المياه الرئيسي حق المستشفى او حق المدينه، بالإضافة إلى أن تكون اللي هي العوامل اللي هي التطهير والمضادات الميكروبية عندنا موجودة وتكون معروفة. آخر شيء اللي هو مصدر اللي هي أنظمة معالجة المياه ونتعرف عليها بشكل أوسع في السلايدات الثانية. فإذا لما أجي أحسن اللي هي طرق جودة المياه لازم يكون عندي أول شيء اللي هو يكون خزانات مستقلة، بالإضافة إلى عندي اللي هو الديسنفكشن والأنتيميكروبيال ايجنتس، بالإضافة إلى السورس ووتر تريتمنت سيستم. طيب مثل ما ذكرنا اللي هو الخزانات المياه المستقلة طبعا من الصعب جدا اللي هو ان من الصعب اللي هو جدا اللي هو التنبؤ بجودة اللي هي مياه المدينة عند دخولها مثلا لوحدات الأسنان، فأفضل اللي هو الأساليب اللي نستخدم خزانات المياه مستقلة لوحدة اللي هي طب الأسنان. إذا لما أجي أحقق جودة لل ما أدري إخوان بس نعيد المشاركة الشاشة. طيب مهم جدا أني لما أجي أحقق اللي هو أبغى جودة للوتر اللي هو لاين في وحدة الأسنان أني أستخدم اللي هو الخزانات اللي هي المياه المستقلة. كمان عندنا شيء مهم جدا اللي هو الديسنفكشن
العوامل للتطهير والمضادات الميكروبيه. طبعا ضروري جدا مثل ما ذكرنا اول انها تكون المطهرات معتمده من اللي هي وزاره الصحه، بالاضافه انها تكون مسجله لدى الايبا الريجستريشن اللي هي وكاله الحمايه البيئيه. كمان ويتم اللي هي وضع هذه الديسنفكشن في خزانات المياه المستقله هذه لمهاجمه اللي هي البايوفيلم، بالاضافه انه يكون وضعها بشكل دوري على سبيل المثال نقول مره واحده في الاسبوع. هذه من الطرق اللي تحسن اللي هي جوده المياه عندي في عياده الاسنان. الطريقه الاخرى اللي هي السورس ووتر تريتمنت اللي هو سيستم اللي هو مصدر اللي هي انظمه معالجه المياه. طبعا يوجد اللي هي انظمه اخرى اللي هي معالجه المياه مثل الالترا فايلوت اللي هي الاشعه فوق البنفسجيه، كمان عندي الهاي هيت اللي هي الاشعه الحراره العاليه، بالاضافه الى المواد الكيميائيه الثانيه مثل اللي هي اليود وايونات اللي هو السلفر الايونز اللي هو ايونات الفضه، بالاضافه الى اللي هي تقنيه الاوزون. هذه من السورس اللي هو ووتر تريتمنت سيستم. كمان عندي مثل ما ذكرنا اللي هو ضروري جدا الكيميكال ايجنت انها تكون اللي هي معتمده من الايبا ريجستريشن وموافق عليها وابروفد من وزاره الصحه. طيب لما اجي هنا اعمل اللي هو الوتر كواليتي مونيتورنج. طبعا الوتر كواليتي جدا مهم يكون اللي هو الاجراء او بشكل اللي هو منتظم وعلى اساس اللي هو الناشونال اللي هو الابروفد ستاندرد اللي هي على اساس اللي هي المعايير الوطنيه المعتمده. طبعا كيف اسوي التست؟ طبعا اول شيء اللي هو يوز الاسترايل ووتر بوتل، نستخدم اللي هو استرايل ووتر بوتل بالاضافه الى اللي هو يكون عندي اني افتح الزجاجه بطريقه معقمه واجمع فيها 50 ملي من المياه الوحده اللي عندي في عياده الاسنان. كمان عندي اللي هو الستور اللي هو الوتر بعد ما اخذ اللي هي العينه اني احفظها في درجه حراره 2 الى 8 وارسلها الى المايكروبيولوجي لاب. طبعا بعدها يكون فيه اللي هو اللي هي النتيجه. اذا طلع عندي اللي هو اعلى من 500 طبعا هذا غير مرضي، لازم اني اتخذ فيها اللي هو اكشن. الاكشن يبتدي اول شيء اللي هو الفولو المانيفاكتشر ريكومنديشن اللي اني اتبع اللي هو توصيات الشركه المصنعه، ريفيو اللي هو الورك اللي هو براكتس ووتر لاين بروتوكول اللي هي مراجعه ممارسه العمل والبروتوكولات وسجلات المعالجه ومراقبه خط المياه. لازم تكون عندي دوكيمنت كامل واراجع اللي هو ريكوردز كامل بما فيه اللي هي البيانات. كمان اللي هو اقوم باللي هي الكوركت الموضوع هذا اللي اصحح واحل المشكله، وكمان اني اعيد اختبار اللي هو الوحده من جديد. طبعا بعد ما اسوي اللي هو اللي اذا شفت ان عندي مشكله مثلا في رونج براكتس او عندي مشكله في البروتوكول ووتر لاين تريتمنت، احل هذه المشكله واسوي اللي هو تحليل اخر. بعدها طلع عندي اللي هو التست لا يزال اللي هو بوزيتيف، طبعا نذهب اللي هو الخيار اللي هو تشوك اللي هي تريتمنت اللي هو تطهير خطوط المياه بمطهرات قويه ومركزه. بعد هذه يا اخوان اللي هو كمان عندي خيار اخر اني انظف الخطوط هذه بالبليتش اللي هو 6% في اللي هو 10 بارتس ووتر. هذا اللي هو انذر اوبشن. كمان عندي اذا كانت اللي هي وحده الاسنان لا تفي بالمعايير او ما ضبطت اللي هي معايير معنا كلها، لازم اني ايش اتواصل مع الشركه المصنعه واشوف ايش الخلل في اللي هو الوتر لاين. اذا ما ضبطت معي وطلعت اللي هي النتيجه الاخرى اللي هي بوزيتيف، لازم اتواصل مع الشركه المصنعه واشوف لهم طريقه. طبعا اذا طلع عندي اللي هو التحليل من 0 الى 500 انا مرضي هنا ونو اكشن والسيستم اللي هو اندر كنترول.
شيء مهم هنا الانفيرمنتال اللي هو السامبلينج، طبعا ممنوع جدا اللي هو نفر اللي هو دور روتين اللي هو انفيرمنتال سامبلينج اللي هو الكلتشر. طبعا ما اعمل اللي هو العينات البيئيه، ما اعملها الا في يعني ما اعملها بشكل روتيني، لها شروط اني ما اعملها الاجراء هذا الا في 3 حالات. الحالات موجوده انه يكون اللي هو بارت الاوت بريك انفستيجيشن، طبعا ما في شيء انه يقول لك انفيرمنتال سامبلينج اني اعملها بشكل روتيني، انا ما اعملها الا في 3 حالات هذه، اللي هي اول شيء اللي يكون اللي هو بارت من الاوت بريك انفستيجيشن او ريسيرش اللي هو الغرض اللي هو الابحاث، بالاضافه الى انه قبل ما نشغل اللي هو اللي هي غرف العمليات او غرف اللي هي العزل، اما انه يكون اللي هو نيو بيلدينج او انه يكون مبنى قائم. وفقط ناخذ اللي هي الاير سامبل فور الفانجس اللي هو سبور اونلي. اذا العينات اللي هي هنا لازم نفرق بين الوتر، يعني الوتر اللي هو سامبل هذا مختلف جدا عن الموضوع اللي انا اذكره هنا. انا اذكر اللي هو اللي هي الانفيرمنتال سامبلينج اللي اخذ اللي هو بشكل روتيني، لا مفروض اني اخذه انه يكون جزء من هذه النقاط الثلاثة. بعدها انتقل اللي هو الميديكال ستور اللي هو سبيسيفيكيشن. طبعا عندي اول شيء اللي هو الميديكال ستور اللي هو ادوكيت اللي هو الكاباسيتي انه يكون ذا سعه كافيه، كمان نتاكد من ناحيه النظافه، نتاكد من ناحيه السكيور انه يكون مؤمن، وكمان اللي هو اوي اللي هو فروم اللي هو كونتامينيشن انه يكون بعيد عن التلوث، بالاضافه اني اتاكد ان ما في اي اللي هو الفتحات التهويه، وكمان اللي هو اشعه الشمس غير اللي هي المباشره، انه ما يتعرض لاشعه شمس مباشره انه يكون مثلا في نافذه ويكون يتعرض اي ماده داخل اللي هو الميديكال ستور تتعرض لاشعه الشمس. طبعا عندنا اللي هي مناطق التخزين الطبيه ضروري جدا انها تحتوي على اللي هي التهويه، ويكون عندنا اللي هو التمبريتشر والهيوميديتي. طبعا التمبريتشر رينج اللي هو من 22 الى 24، بالإضافة إلى الهوميديتي أنها تكون أعلى من 70%. كمان عندنا اعتذر يا اخوان، مثل ما ذكرنا اللي هو درجه الحراره تكون من 22 الى 24 مهم جدا، والهيوميديتي انها تكون اعلى من 70. بالاضافه الى المسافات انه يكون اللي هو الشيلفز هذه اللي هي الارفف انها تكون اللي هو ات ليست اللي هو 40 سنتيمتر من السيلينج و20 سنتيمتر من الفلور و5 سنتيمتر من الوول. كمان لو تلاحظون هنا اللي هو الارفف التخزين انها تكون اللي هو ميد اللي هو ايزلي اللي هو كلينبل ماتيريال انها تكون مصنوعه من مواد سهله التنظيف. كمان انه شيء مهم جدا الاستراير والكلين ايتمز انها تكون مفصوله عن البيرسونال ايتمز. كمان انه لا يتم الاحتفاظ نو ايتمز اللي هو لا يتم الاحتفاظ بصناديق الشحن الاصليه للايتمز، خاصه في المناطق اللي هي الكلينيكال اريا. هذه اهم مواصفات للميديكال ستور. بعدها شيء مهم جدا يا اخوان الفلاورز والبلانت والبيشنت في البيشنت كير اريا، طبعا انها تكون هذه مثلا نضع اللي هي الفلاور والبلانت في عيادات الاسنان، طبعا شيء خطير جدا. ليه؟ لان فيه اللي هي الكائنات الحيه الدقيقه موجوده في مويه اللي هي الفلاور او البلانت، ويكون اللي هو من البكتيريا اللي هي الجرام نيجاتيف بكتيريا مثل سيدمونس اللي هو ارجينوسا، وهي الكائنات الحيه الاكثر عزله.
فنقول هنا نذكر ان في اماكن اللي اكثر خطوره اللي هو الامبيون كومبرومايزد بيشنت، كمان في البيرن اللي هو بيشنت، اللي هي ما نذكر اللي هو الكريتيكال اريا نمنع اللي هو تواجد اللي هو الفلاور والبلانت، كمان الهيموداليسيز بيشنت، كمان اللي هو الاي سي يو، بالاضافه الى اللي هو الدنتال كلينيك. ذكرنا الدنتال كلينيك هنا لانها تصير اللي هي فيه اجراءات وجراحه فم، فتعتبر من الكريتيكال اريا عندنا في المستشفى. اخر حاجه يا اخوان اللي هو البيست كنترول، اللي هو مكافحه الافات. طبعا يعد اللي هو وجود طبعا الصراصير والديدان والنمل والبعوض والفئران، طبعا يوضح لنا انه وجود اللي هو بيئه غير صحيه في المنشاه. طبعا هنا مسؤوليه اللي هو موظف اللي هو انفيرمنتال هيلث ستاف طبعا عن تنسيق اللي هو ومكافحه هذه الافات. طبعا عندنا شيء ضروري جدا في كل قسم عندي انه يكون عندهم اللي هو بوليسي وبروسيجر للبست كنترول، ويكون فيها اللي هو ريجولر سكجول اللي هو الجدول الدوري، بالاضافه الى اللي هي قائمه المبيدات، وتكون اللي هي ابروفد من الام او اتش. يعطيكم العافية جميعا، وأشكركم جدا على حسن استماعكم. طبعا هذا الريفرنس عندكم كما هو واضح أمامكم في الصورة، اللي هي الأدلة المستخدمة في هذه المحاضرة. شاكرين ومقدرين حسن استماعكم.